خود مسيك بقى، روح لاقي لك شي ممرجي وخده لعندكم على البيت خليه يصلح لكم الحيط. يا ما وينك، روح بلاقي واحد انا وباخده لعندكم على البيت. ها لا دخيلك معلم، كل شي الا انت تخرب كل شي ساويناه لحد هلا. باخذهم بس على شرط، ها، انك تسجلهم على اسمي بالدفتر. طيب سجلهم على اسمك مسيك، خلصنا القصة لحط طقم مرارتي. ان شاء الله بالطقم مرارت عدوينك معلم. اسمع، شو بتجيب؟ فستانين ثلاثة عشرة بتجيب لميادة، فهمت؟ على عيني. ولأختك كمان رمزية جيب لها فستان. على عيني. بس معلم دخيلك ما بدي وصيك، هذا الموضوع كله سر بيني وبينك، ما بدي حدا يدرى. ولك فهمنا، خلاص بقى تعيد وتفتئ بها القصة، فهمت؟ يلا روح الحين. خاطرك معلم. مع السلامة مهونة. جوال رمزيات، جواد بس شاب شاطر وفي الهوية. حبه. رمزية، رمزية، أمي. يلا أمي، يلا خفيها. يلا جاهزة أمي. يلا. شو ها؟ شو في أمي؟ شو هاد اللي لابستي؟ الأواعي اللي جاب لي اياهم أخي رمزي. وليش لابستيهم هلا؟ طيب امي اذا بدك بروح بغيرهم. لا ما في وقت، تحركي. طيب. هالمره لبسيهم. ايه؟ تاني مره ما بدي اشوفك لابسيهم منوبها، فهمتي؟ حاضر امي. جيبي لي شي شغله، جيبي لي شي بدي احطه على الباب. روحي. لا امي الله يخليكي بلاها، حرام. امي مو شغلتك هي، لا تتداخلي بشي ما بيعنيكي، روحي يلا قوام. طيب شو جيب لك؟ قلي لي شو جيب لك، ما في شي. هاتي هاتي ملقط غسيل، تحركي تحركي. تفضلي. هاتي تفضلي. خير امي والله يا حرام عليك. مو شغلتك، حركي امشي قدامي يلا. Thank you.
Mm-hmm.